السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة إن شاء الله مهم جدا جدا لأي حد، أي مثلا عروسة بتجهز لسه المطبخ، أو أي حد عايز يجدد مطبخه أو يشتري جهاز كهربائي مهم وكبير. الفيديو بتاع النهاردة بصراحة فكرته جات لي إزاي؟ جات لي كنت دايما بلاقي عندي في كل فيديو مثلا سؤال عن نوع تلاجة، عن نوع بوتاجاز، عن نوع مايكرويف، فقررت إن أنا أجمع لكم كل الأجهزة دي في فيديو واحد بس، بحيث إن الفيديو يكون مفيد لأي حد يدخل يتفرج عليه. النهارده ان شاء الله هقول لكم افضل انواع الاجهزه الكهربائيه بتاعه المطبخ. وفيديو النهارده مش اعلان ومش دعايه، وكل اللي هقوله في فيديو النهارده ده بناء على تجربه شخصيه، يعني تجربتنا في البيت، مش بناء على ان حد قال لي او ان حد جرب، لا تجربه كنت انا مجربها او ماما مجربها او حد مجربها في البيت. هنا هبدا معاكم اول حاجه هي الثلاجه. انا نفسي بنصحكم طبعا في ماركه كويسه جدا وغاليه جدا، هي عيبها ان هي غاليه، لكن هي ماركه ممتازه، يعني ماركه ممتازه جدا، هي ماركه ال جي او شارب. في الثلاجه وفي الغساله هي ممتازه لو عندكم امكانيه، يعني ب 10 او 12 الف تقريبا الثلاجه، في عند لو في حد عنده امكانيه يجيبها. طيب انا امكانيتي اقل، اشتري توشيبا. توشيبا بغض النظر طبعا عن امكانياتها العاليه جدا وعن ان هي ثلاجه ممتازه، هي كمان ضمانها 10 سنين، فدي ميزه كويسه جدا. ضمان 10 سنين طبعا ضمان اطول ضمان تقريبا موجود في السوق، 10 سنين ضمان على الثلاجه، طبعا ضمانها كويس جدا جدا، فده اللي انصح بيه. سعرها كمان يعتبر متوسط، سعرها تقريبا 6600 او 6500 تقريبا، يعني سعرها يعتبر مناسب جدا وكويس جدا لاي حد متوسط، ما بين عالي قوي اللي هو ال جي وبين اللي هو قليل قوي زي مثلا الكرياز، والكرياز طبعا مش حلوه خالص. فلو عندكم امكانيه يبقى ال جي، ما فيش امكانيه يبقى اللي هي التوشيبا. التوشيبا هي ممتازه جدا زي ما قلت لكم، ضمانها 10 سنين وعندها بقالها تقريبا 17 سنه وما شاء الله شغاله كويس جدا. ده اول حاجه الثلاجه. نيجي بقى كده الغساله. الغساله من الحاجات اللي بشوف ان لازم يكون فيها استثمار شويه في غساله الملابس، انها جهاز بيستهلك كتير، بيشتغله كتير، فانصحكم تجيبوها ال جي. ال جي غساله ممتازه جدا جدا جدا، سواء كان برامج، سواء كان هي كمان ديجيتال، حجمها، صوتها، العصر بتاعها، برامجها، فيها بصراحه غساله ممتازه جدا جدا جدا، بس سعرها غالي، ممكن يوصل سعرها 8000 جنيه مصري. فطبعا دي يعني عايزه حد عنده امكانيه شويه. ما عنديش امكانيه اشتري ايه؟ اشتري زانوسي او اشتري توشيبا. يبقى الثلاجه او سوري الغساله رقم واحد. ال جي حلوه جدا جدا، هي غاليه بس يعني فلوسها، الفلوس اللي فيها زياده تاخدوها يعني استثمار. يبقى رقم واحد ال جي، رقم اثنين زانوسي، رقم ثلاثه توشيبا، من الافضل للأسوأ. طيب دي كده بالنسبه للغساله. بالنسبه بقى للبوتاجاز، البوتاجاز بصراحه مش عرفت فيه كتير، احنا ما كانش عندنا غير واحد بس اللي هو اليونيفرسال، مش حلو خالص، الازاز اتكسر بسرعه جدا، كان عندنا وكان عند عمته الازاز بتاعه اتكسر بسرعه جدا، ازاز السطح اللي هو الغطا بتاعه، وازاز كمان الباب بتاع الفرن، اللمبه بتاعته ما كملتش تقريبا شهرين واتحرقت. فبصراحه عيوبه كتير قوي، انا بصراحه ما انصحش بيه، بس كذا حد نصحني في الكومنتات وشفت كتير قوي على الفيسبوك بينصحوا بزانوسي، بس انا نفسي ما جربتوش بصراحه تجربه شخصيه. اللي احنا اللي عندنا دلوقتي اليونيفرسال مش حلو، عشان كده بصراحه ما انصحش بيه خالص خالص. لو هتشتروا زانوسي فعلا كويس جدا، كمان بيقولوا ان هو شفتها كمان في المعرض الحوار بتاعته ظهر ظهر وتقيله، ويعني لمعانه سريع جدا، يعني ممكن مجرد اجيب فوطه هعمل بيها كده هيلمع. فبصراحه كويس جدا بس مش تجربه شخصيه، ده كلام ناس قالته لي، لكن احنا عندنا في البيت يونيفرسال وسيء جدا بصراحه، ما انصحش بيه خالص. بالنسبه للبوتاجاز، بالنسبه لرابع جهاز اللي هو غساله الاطباق، غساله الاطباق برضو من الاجهزه اللي ممكن تجيبوها ال جي لو في عندكم امكانيه او في عندكم يعني يعني فلوس عاليه ممكن تدفعوها في الجهاز ده. بس احنا كان عندنا ايه؟ كان عندنا وايت ويل دي عند اختي، وكان في عندنا احنا في البيت بيكو. الوايت ويل حلوه جدا جدا والبيكو حلوه جدا، بس الوايت ويل رقم واحد بالنسبه لي، ان الوايت ويل فيها حاجتين، اولا ديجيتال، ثانيا موفره شويه في الكهرباء وفي الملح وفي الزيت. البيكو اللي عندنا بتستهلك كيلو ملح في 20 غسله، كيلو الملح بيقعد 20 غسله في الغساله. طبعا دي فكره مكلفه، لو حد بيشغلها كل يوم هيبقى تقريبا عايز كيلو ونص ملح في الشهر، فطبعا مش فكره موفره خالص. كمان في الكهرباء استهلاكها عالي سنه عن الوايت ويل. بس السعر كام؟ سعر البيكو كان 4000 وسعر الوايت ويل كان 4800، فعشان كده فرق السعر، ان هي موفره شويه في الحاجات دي اللي هو الكهرباء والملح والزيت. كمان مش بتصدي خالص، البيكو والوايت ويل مش بيصدوا خالص، فالاثنين انصحكم بيهم زي بعض بالظبط، البيكو او الوايت ويل الاثنين ممتازين، بس قلت لكم الفرق بين البيكو وبين الوايت ويل. الجهاز الخامس معانا اللي هو المايكرويف. المايكرويف بصراحه برضه من الاجهزه المهمه جدا، احنا كان في عندنا واحد جاك كان حلو جدا برضه، كان 1200 واط وكان سعره تقريبا 1000 او 1200، لا كان سعره 1000 جنيه 1000 بس، كان سعره 1000 جنيه، حلو جدا برضه، بس احنا كنا جايبينه للتسخين، ما كانش التسويه، كان نفك فيه لحم، نفك فيه فراخ، نسخن فيه مثلا اكل مثلا كشري او حاجه زي كده، افك فيه مثلا حاجه متجمده، نسح فيه شوكولاته، نسح فيه زبده، فبصراحه برضه حلو جدا. ده بالنسبه للميكرويف. اجيك في اي جهاز تاني ناقص؟ قلنا الثلاجه
وقلت الغساله وقلت غساله الاطباق وقلت مايكروويف وقلت البوتاجاز، فاضل ايه تاني؟ اخر جهاز وهو الشفاط. الشفاط بصراحه احنا عندنا هنا الشفاط اللي هو توشيبا حلو جدا برضو، وزيه زي فريش يعني. الشفاط اللي هي العاديه مش معروف انه غير مرتين بس، اللي هو الفريش والتوشيبا، الاثنين كويسين جدا. بس التعليق بس الوحيد ان فريش ضعيف سنه، يعني فريش كان عندنا البلاستيك بتاعه بيتكسر بسهوله، اللي هو بتاع الشبكه ده بيتكسر بسهوله، بس الفرق في السعر بس تقريبا حوالي 100 جنيه. توشيبا اغلى من فريش ب 100 جنيه، بس توشيبا يعني اقوى شويه، امتن، بلاستيكه امتن، وكان فيه منه اكتر من لون، فيه تقريبا اللون البني والرصاصي والازرق والابيض، لكن فريش كان فيه لون واحد بس اللي هو اللون الابيض. طبعا ده حاجه سيئه جدا ان الابيض مجرد ما يجي عليه دهون اسبوع بيتوسخ، يعني يتنضف على كده كل اسبوع. ده كان فيديو النهارده حابب افتكم بيه في يعني التجربه بتاعتنا في الاجهزه الكهربائيه. ده فيديو النهارده للاجهزه الكهربائيه اللي هي الكبيره او الثقيله اللي هي حاجه المطبخ. ان شاء الله يكون في فيديو جديد او فيديو تاني ان شاء الله هيكون حاجات بقى رفيعه زي الساندوتش ميكر، زي الفرن بالكهرباء، زي الهاند بلندر، زي محضر الطعام. ده ان شاء الله يكون فيديو تاني، لكن فيديو النهارده حبيت اخصصه في الحاجات اللي هي الكبيره والثقيله والمهمه زي اجهزه المطبخ. اشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.